ما رأيكم في من يفرق بين التولي وبين الموالاة ويقول التولي للكفار هذا مخرج من الملة، وأما الموالاة فيقسمونها إلى موالاة لأجل الدين فهذا أيضا كفر، وموالاة لأجل الدنيا وهذا ليس بكفر؟ هذا كله يرجع إلى ما ذكرنا، ولا فرق بين التولي والموالاة، ما في، ما وجدنا فرقا بين التولي والموالاة، والذي ذكر هذا يدخل فيما ذكرناه من أجل، إن كان من أجل الدنيا إن كان من أجل الدين، هذا هو اللي ذكرناه.